os lesionados, tentando equilibrar a equipa, até que daqui a algum tempo, daqui a algum tempo, estaremos todos, ou teremos todos os jogadores em boas condições de competir. تصرف المدرب وذكر ورد على السؤال هذا، شو السبب اللي هو اللي خلى مثلا عم نقول مثلا بعد الغيابات من بعض اللاعبين خلال بعض المباريات؟ هذا شيء طبيعي، ان المدرب ذكر ان فريق الشباب ما بدأ من فترة التعديل، فترة الإعداد اللي هي الصيفية اللي كان في تدريب جميع اللاعبين، لأن كانوا في لاعبين في المنتخب واستعان 5 لاعبين من درجة الشباب، هذا ممكن اللي أثر على اللياقة وعلى الجاهزية لبعض اللاعبين، ما اكتمل العدد إلا في الفترة الشتوية في آخر أسبوع قبل مباراة الاتفاق، وهذا دائما راح يعاني منه، خصوصا أن الجميع وأغلب اللاعبين ما بدأوا فترة إعداد، بدأوا مع المباريات، يعني بدأوا بالمباريات على طول، هذا يحتاج أكثر وقت ليكتمل العدد وتكتمل جاهزية الفريق واللياقية. بالنسبة للجهاز الطبي، أعتقد أن فريق نادي الشباب يمتلك عيادة طبية وجهاز طبي على أعلى مستوى، جالس يقوم بعمل مميز وعمل جبار لإعداد اللاعبين، لكن المدرب راح يتعامل مع الموضوع هذا بتوازن لين يكتمل العدد مع المباريات ومع التمارين اليومية. شكرا سيد بريرا، وشكرا لكم على